الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم زيارة آثار قوم صالح لغرض الاعتبار؟ أما السفر إليها وقفتها هذا غير مشروع ولا يجوز، وأما إذا مر الإنسان بها ذاهبا لغيرها وإنما مر بها في طريقه فلا بأس أن ينظر فيها للاعتبار لا للتعظيم والإعجاب بحضارتهم، وإنما للاعتبار والاتعاب. قال صلى الله عليه وسلم لما مر بديار قوم ثمود قال: لا تدخلوها إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصاب. الذي يمر بها وينظر فيها للاعتبار والاتعاب هذا لا بأس به، لأن يعني فيها عبرة فيها عبرة. أما الذي يمر يسافر لها أو يدخلها بإعجابا بها فهذا لا يجوز. نعم.